إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. آمين آمين ثم آمين. We would like to welcome you all tonight for our recitation of Surah Al-Mulk, which is what joins us every night at 9 o'clock Eastern Time. Tonight we've started a little bit late because I had a teaching commitment that has just now ended, and we want to recite this surah with the intention of reviving the sunnah of the Blessed Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, as our teachers and our shuyukh have in their own lives and in their own practice have embodied for us and exemplified for us. For among them have been people who have taken the sunnah of the Prophet ﷺ as their mantle and who have bequeathed to us the importance of reviving it and who have put into practice themselves the blessed example of the Prophet Muhammad ﷺ, such that when you even look upon their faces, you're reminded of his light ﷺ. And tonight specifically, I would like to direct our recitation of Surah Al-Mulk as a gift for the beloved Shaykh who has just been taken from us from Mauritania, Murabit Ahmed Fall, my teacher and the teacher of many of your teachers as well, who passed away just yesterday as a surprise to his own family even. He passed away strong, and his family and his students and visitors and people, we all knew him to be strong. We all knew him to be a man who walked tall, who towered among men. He himself was of very tall stature, and he walked with his back erect, and he walked quickly, the way that the Prophet ﷺ is described to have walked. His entire life was a life of ibadah and ilm, and so we want to gift Surah Al-Mulk to him tonight, and then recite Surah Yasin as well. Inshallah, you're more than welcome to join us for the recitation of Surah Yasin as well for him, with the intention of giving it to him as a gift. And so let us begin with Surah Al-Mulk, and then we will transition to the recitation of Surah Yasin together, inshallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله. مرابط أحمد فال was the most incredibly beautiful man whom I had ever beheld in my entire life. The example that he led for himself and for his family, the standard that he set, was nothing but prophetic. This is a man who led a life of prophetic living in every aspect, following also in the footsteps of his teacher, Murabit al-Hajj. They were connected, they were from the same tribe. And he was the son-in-law of his teacher as well. Murabit al-Hajj wed one of his daughters to Murabit Ahmed Fahl. And Murabit Ahmed Fahl had a son by the name of Abdullah, Sheikh Abdullah, from that marriage. And he gifted his son to Murabit al-Hajj to raise him. Murabit Ahmed Fahl was a man who was of very limited means, but he was the wealthiest man I had ever met in my entire life. And the picture that you see here is exactly as I remember him. His feet never touched carpet. To my knowledge, his feet never touched carpet. He never left Mauritania, except to go on Hajj, much like Imam Malik, to my knowledge again. I did not spend much time with him, but the time that I had spent was formative for me, and it was the most blessed time in my entire life. The books that you see behind him are part of his library, and he had his books stacked from the ground to the ceiling. There's not a book that he possessed except that he had it memorized. And
I remember him to be a man of gentleness, whose virtues of beauty surpassed his virtues of majesty. So he was much more Jamali than he was Jalali, but I have also seen him in his Jalali aspect as well. All of our lessons were on a daily basis. He taught me several mutun at the same time, and we would go from book to book, and this was not the habit of the Mauritanians. They would teach you one subject, and then you would graduate from that to another. But he obliged a request that I had, which was to teach me as much as possible in as short a time as possible. And so he obliged that request, and he gave me much of his time. He spent an hour with me a day, whereas he would give to his other students about 15 to 20 minutes a day. And he also did not oblige me to memorize everything that I had studied with him, because it was just going to be too difficult for me. And that's not just because that's not because of any preferential treatment. It's because of where I was in life and how late I was in the beginning of my studies that he made that concession. I remember when sitting in his presence, staring into his beautiful eyes, that there was this blue disc around his brown pupil, and I had never seen that before. But I was mesmerized by it, and I would look deeply into his eyes whenever we would study together. Others would cast down their glance, but I couldn't take my eyes off of him. And so there's much to say about him. It's rather late. And all we want to do tonight, inshallah, is to recite Surat Yasin as a gift for him. Ibn Rajab al-Hanbali in his book At-Tadhkira mentions a narration from the Prophet ﷺ that whosoever prays for one who has passed from this world shall have that prayer conveyed to the entombed one where he is. An angel would present that prayer, saying that so-and-so, the son of so-and-so, or so-and-so, the daughter of so-and-so, has just gifted you this prayer. And it has been quite some time since he has heard my name. For I didn't know a good many people who would go, but whoever would go, I would say, convey my salams to Murabit. But tonight, inshallah, it is my hope that he hears my name and that he hears all of your names as well. May Allah accept the recitation on his behalf, Ameen. Reward him for every letter tenfold, as though he were reciting it himself. For he kept to its recitation every day. He kept with all of the prophetic litanies. I used to wake up on his recitation of poetry every morning, a man who never held an alarm or a phone in his pocket. But he would wake up every day before Fajr, and he would recite poetry. And if only I had a tape recorder, if only I had a recorder, whatever kind of device to keep the voice of him alive in my ears, but I still remember it in my heart. May Allah have mercy on his blessed soul this evening. Ameen, Ya Rabbal Alameen. Murabit Ahmed Far was a Maliki, and his recitation was Warsh. This was the recitation of Mauritania. It still is the recitation, the dominant recitation in Mauritania. It is the preferred recitation of Imam Malik ibn Anas. So I will be reciting tonight in Warsh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم
لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم
أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Al-Fatiha for the soul of our dear and departed Shaykh and teacher and example, Murabit Ahmed Fahl. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, Sirata al-ladhina an'amta alayhim, Sirata al-ladhina an'amta alayhim, Sirata al-ladhina an'amta alayhim, Ghayri al-maghdubi alayhim, Wala al-dhalin, Ameen, Ameen, Ameen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad fi al-awwalin wa fi al-akhirin wa fi kulli waqtin wa hin abad al-abdin ya arhamar rahimin. Allahumma arham shaykhana ya rab. Allahumma arham shaykhana. Allahumma arham shaykhana.
اللهم تجاوز عن سيئاتي، اللهم اجعل سيئاته جميعها حسنات يا رب العالمين يثاب عليها جميعا. آمين آمين آمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، يرى مجلسه فيها يا أرحم الراحمين. اللهم افسح له في قبره، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ألهمه يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم جليسه في قبره يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل القرآن الكريم جليسه وأنيسه يا أرحم الراحمين في قبره الذي جعلته روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين بلطفك وكرمك وإحسانك إليه يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم ارفع درجته، اللهم ارفع درجته، اللهم ارفع درجته، اللهم ارزقه من يد رسولك الشريفة، من يد رسولك يا رحم الرحمن الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا مكان الماء الذي كان يشربها في الدنيا يا أرحم الراحمين، الماء المعكر، الماء الذي ما ذاق لذته يوما في حياته يا أرحم الراحمين. اللهم كما حرمته في هذه الدنيا فاجزه خيرا مما كان يتأمله، خيرا مما كان يتوقعه يا أرحم الراحمين. وكان يحسن الظن فيك يا الله، كان يحسن الظن فيك يا الله، وكان قدوة بيننا، كان نورا يسعى بيننا يا الله، كان نورا يسعى بيننا يا الله، كان نورا يسعى بيننا يا الله. اللهم ارفع درجته في عليين، اللهم لا تحرمه معية رسولك صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت يشتهي إلى رسوله، إلى حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم كن القدوة لنا، اللهم كثر من أمثاله بيننا يا أرحم الراحمين. اللهم عودنا خيرا، اللهم صبرنا عليه، اللهم صبرنا على فراقه، اللهم صبر أهله يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع نزله، اللهم ارفع درجته، اللهم أعطيه خير ما أعطيت، اللهم أعطيه خير ما أعطيت أحدا من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقه معية رسولك في جنات النعيم، اللهم ارزقه قرب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وقرب جواره صلى الله عليه وآله وسلم في عليين يا أرحم الراحمين يا كريم يا كريم يا كريم. اللهم ألحقنا به، اللهم ألحقنا به يا أرحم الراحمين، اللهم ألحق به أحبابه، اللهم اجعل كل هذه الصلوات والدعوات والقراءات في ميزان حسناته هو يا أرحم الراحمين. مرابط أحمد فال. اللهم أنزل عليه بركاتك ورحماتك ونورك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل النور فوقه وتحته وعلى يمينه وعلى يساره ومن حوله يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسه لباس النور والتقوى، واحشره يوم المحشر يوم العرض عليك يا ربي، احشره لابسا بثياب من سندس واستبرق يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم توفاه مع الأبرار والصديقين والشهداء والصالحين، واحشره تحت لواء الحمد يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعه مع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت لواء الحمد، واجعل الحوض موعدنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الحوض موعدنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل الحوض موعدنا يا أرحم الراحمين وموردنا يا رب يا كريم يا رب يا كريم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said that each one of us is cut off from our deeds except from three avenues.
a perpetual charity that a person has left behind, a piece of knowledge that a person has left behind, or righteous people who pray for them, righteous offspring who pray for them. And by extension, all of us who pray for anyone who has passed on, whether we're related to that person or not, those prayers become converted into good deeds. So our ihsan toward those who have sacrificed their entire lives in our service is to pray for them after they have departed from us, that those prayers be converted into good deeds for them, for which they would be rewarded. And so whensoever you remember any of your teachers, remember their teachers. Whensoever you remember any of those people who have been influential in your lives, your parents, your community members, your imams, your scholars, remember those who invested in them, and remember those who worked tirelessly and sacrificed everything to give everything to them. And please do remember Murabit Ahmed Fall and his family in your prayers always. And thank you so much for joining us this evening for the recitation of Surat Yasin on his behalf. And know that anything that comes from the faqir in terms of any benefit comes from Murabit Ahmed Fall and others like him, although there is no one like him, who have never turned down a beggar. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. As for the beggar, don't ever turn them down. And they never turn down beggars like us. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ.